السلام عليكم الإخوان. كما قلت لكم في الفيديو اللي سبق، قلت لكم عقلوا على هادو فين غادي نديروهم. هذا الباب ديال الفقاسة، هذا حيدته وحطيته الفوق تنخدم عليه، لأنه هو غالبا الخدمة كتكون فيه بزاف. هذا الريزيستونس ديال 100 واط، ديال 100 واط. وهذه الجهة الفوقانية اللي قلت لكم عقلوا ليا معها كيفاش كتكون بحال الشكل هذا، كذلك هذه كتكون بحال هذا الشكل هذا. وهاد الحديده درناها هنايا على شكل كورنير باش نثبتوا بها هاد الريزيستونس، درنا لها واحد الثقوب لهي، هما اللي درناهم هنايا باش نشدهم بالفيسات وباش ما تتحركش بحال هذا الشكل هذا، وتيكون داكشي مثبت مزيان. هنا غتكون الثقب ديال التهويه، الثقب ديال التهويه في هذا القنت هذا تيكون الثقب ديال التهويه. هادو كيساعدوا باش كيضرب فيهم الريح وتيدور في الانحاء ديال الفقاسه كاملين. تابعوا معايا الخوت، راه غادي نحط واحد شويه عاوتاني نعاود نصور ملي نثبت الريزيستونس. الريزيستونس كما قلت لكم راه ما كيتعداش 10 سنتيم، 10 سنتيم اللي فيه تقريبا على شي 14 سنتيم. هذا فقاسة صغيرة، يعني 100 واط فقاسة صغيرة. هذا ما شريتوش، هذا دومونديت عليا باش يوجد لي، دومونديت على واحد 3 ديال الريزيستونسات اللي هما هادو، نفس العبار فيهم كاملين 100 واط. كنوجد ان شاء الله 3 ديال الفقاسات بهذا النظام هذا، وكل وحده غادي نخدمها ان شاء الله بطريقه مزيانه. غنخدمهم ان شاء الله وغادي نجرب وحده غندير لها النسبه ديالها شحال غتعطي. ولكن في هذه الايام الدراري كاين البيض قليل شي شويه ونسبه الخصوبه فيه ناقصه، زائد البيض في هذه الايام تيكون ناقص شي شويه. الاخوان هانتوما كما قلت لكم، ها هو الريزيستونس، الريزيستونس مبرونشي هنايا، راه عنده جوج بولونات، جوج بولونات، يعني مازال بولون هنا وبولون هنا فين غيشد السلك. وراني جربته كيعطي الحراره، ماشي سخونه بزاف ولكن راه ضعيفه الحراره اللي تيعطي، يعني ما غاديش يطلع لي السخونيه وسط الفقاسه صغيره. ها واحد الزياده زدتها على هاد الطوله اللي درت فيها 5 سنتيم، 5 سنتيم ها اللي كتحكم عليا ندير 5 سنتيم. هذه هي اللي كتحكم عليا ندير 5 سنتيم، لان من البانو الساندويتش لهنا كاين 4، خصني نزيد سنتيم باش ما تقيش ليا الحديده. ها هي غادي نصور لكم كل شيء حتى تمشي تصايب في قصر راسك. يلا، والناس اللي تيقولوا لي ما تبقاش تصور، ما تبقاش تصور تفصل وتخشي الكاميرا هنا باش تصور البنادم توريه، الحمد لله الرزق ضامنو لي الله سبحانه، ما ضامنوش لي بنادم. يلا شوف على خاطرك، الا كنتي بغيتي تصايب فقاسة بهذا النظام هذا بهذا الاخر، غير هو راه غادي تحتاج ريزيستونس، ريزيستونس في هذا الحجم هذا، صغير شي شويه يعني صغير. اولا كاين واحد الريزيستونس ديال 48 واط تخدم 48 فولت، 48 فولت باش تخدم، ماشي واط، 48 فولت، يعني خصك لي ترانسفور ديال 48 باش يخدم، وهذا احسن. الاخر اللي قلت لكم ديال 48 فولت هذاك راه احسن، هذا تيخدم ب 220 فولت والاخر تيخدم ب 48 فولت. دابا راني تراسيت الفرفاره من الداخل ومن برا، ها الداخل ها برا، ها هو التراساج الشيبان الاحمر، هذا هو اللي غنقطع من الداخل باش من هنايا ندير البولونات في الجناب، ندير البولونات ان شاء الله. وواحد الملاحظه واحده اخرى، الفرفاره اللي غادي نخدم بها هي هذه، فيها 17 سنتيم من هنايا و15 سنتيم من هنايا، وفرفاره حديديه وكتعطي الريح قوي، كتعطي الريح قوي، هي ماشي حديديه كامله، حديديه من الجناب، ولكن هذه الريشه بلاستيك. عييت ما نقلب على الفرفاره ديال الحديد كامله ما لقيتهاش، ولقيتها غاليه في الثمن، دايره شي 1000 درهم، 1000 درهم مغربيه، يعني 100 اورو، 100 اورو. هادي راه مازال غادي نقطعها وغادي نوريكم كيفاش الدراري تبرونشيو هادشي هذا. غير هنا داو معايا شي دعيوات ديال الخير، ما دير لا لايك لا حتى شي حاجه، ادعي معايا بالخير وصافي. هاي المرحله التاليه الدراري، انا قطعتها، شتيها
قطع تواكن باقي ما التقتهاش، باقي نتحكم فيها كيف ما بغيت. دابا باقا سخونه شي شويه، وها المروحه ديالنا كيفاش كتحط هكا. شوف الريح كيضرب هذيك وتيخرج من هنايا. انا غادي ندير لكم تجربه كيفاش غادي يخرج الريح وكيفاش غيدور مع هادي. يعني انا كيقيس هاد الريح تيقيس هذا، خصك تعرف كيفاش تلعب مع البرد. الريح خصك تعرف كيفاش تلعب معاه وصافي. وهنايا تلاحظوا معايا شنو غادي ندير انا في هاد البلاصه هادي، نفس الطريقه اللي كدير الشركه ديال جيموكا. وشكرا الاخ اللي صح لي المعلومه، كنت نقول لها سيموكا دابا ولات نقول لها جيموكا، وشكرا بزاف. يلا تبعوا معايا الدراري، غادي نحفر البولونات فين غيدخلوا هادو. ها البولونات ديالها، يج بولونات يج بولونات وتزيرو مزيان حسن، جوج بولونات تشدوها من التحت. اخوت ها هما الثقوب ديال التهويه اللي كنديرو، هما هادو. ها هي اللعيبه كتحكم فيها من خلال هاد البوشونه هادي اللي في يديا. ها هي كامله، هادي بيضه اللون بيض، وهادي اللون قهوي راك تحيد هاد الفوقانيه، وهادي اللون كحل. هي اللي غادي ندي دابا هاد اللون كحل، هي اللي غندي دابا ها باش ما تقولش لي راه الثمن كاين شي وحده. انت قلت الثمن راه 2 دراهم على 3 دراهم، ها هي 12.60، 12.37، 12.50، 12 درهم و50. يلا الخوت هاني رجعت وصبغت هاد الحديده او هاد الطوله هادي اللي غتكون فوق هاد الفرفاره، صبغتها بالكحل. والصبغه اللي درت كتنشف داغي، زائد زدت واحد اللعيبه اخرى هي هاد لاكين درتو فهاد هنا، لاكين درتو هنايا. هذا كيتسمى كين، هاد الكحل هذا كيتسمى لاكين، هو اللي كنحرقوه وكيتجمع، كنحرقوه وكيتجمع وتيشد مزيان تيق صح، ماشي تيق صح. وتا هنا ان شاء الله غادي نبرونشيو هاد الجوج مع الفرفاره، وديك الساعه غادي نديرو تما الكين. وكيكون خارج غير خيط واحد، غير كابوتان واحد خارجين منه ربعه ديال الخيوط، هما اللي هما هادو، باش بلا ما كنبقاو مكثرين علينا الخيوط يخرجوا غير كابوتان واحد. هادو بولا واحد جوج خيطه فيهم كنديهم للترموستا، هما اللي ديال الريزيستونس، وجوج خيطه ديال الفرفاره كنديهم ل 220. تسناوني. ها هي دابا الاخوان كلشي كامل، ها الفونتيلو، الفونتيلو راه مزيانه مزيانه ديال الاخر وصافي، مزيانه في الثمن ديالها وصافي. 190 درهم تقريبا، ترونسبور ديالها 220، باش شريتها انا وصافي بالتقسيط. وهادوك هادو تما راه خدمتهم، راكم عرفتوا الخدمه ديالهم. تقبل الدراري ما ساليتش باش نديرها هنايا، نخلي حتى الفيديو اخر وغادي نلوح هذا في اليوتيوب ان شاء الله. عاد من بعد غادي ندير الثقوب هنايا ديال التهويه. راه الثقبه هذه غير تراسيت باش ما نغلطش من اللور، هذه غير تراسيت. راه خصني ندير الثقبه اللي وريتكم قبيله، اللي وريتكم ديال شي 6 سنتيم وكنتحكموا فيها. دابا انا غادي نخدم لكم كيفاش غيدوز الريح، وغادي نصور لكم كيفاش غيدوز الريح بالطريقه اللي غتفهموها. يلا الاخوان هنا خدمتها دابا، وها باش غادي نجربوها. شوف غير الريح، شوف غير الريح ديالها واش مزيان ولا ما مزيانش. انا الريح وصلني هنا، وصلنا كنهضر معكم وصلني الريح ديالها. نشوفوا الاخوان، يعني هاد الريح فقاسه صغيره بحال ما هاد الشكل هذا اللي ما كتعداش الطول ديالها 80 سنتيم والعرض ديالها 50 سنتيم، وكتيري هاد الريح راه مخيره، راه مزيانه. راه قوية قوية بزاف. شوفوا هنا والميكا راه قاصحة، من خلال هادشي اللي شفت الدراري راه كتبان لي اللهم بارك. غادي نركب الباب ويتسالى الفيديو ان شاء الله.